أعزائي المشاهدين، إحنا حاليا دلوقتي بنقول لكل شخص سعودي في المملكة العربية السعودية، في أمريكا، في أي مكان في العالم، كل عام وأنتم بخير بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني 87 لتأسيس المملكة. فهيكون لقاءنا القادم مع عبدالله السبياني، زي ما قلت لحضرتكم هو CEO of Saudi Efforts Platform، رئيس تنفيذي لمنصة جهود السعودية ورئيس النادي السعودي في جامعة واجنر كوليدج بنيويورك. فخلينا نشوف الاحتفال مع الجالية السعودية بنيويورك كان ازاي، ولقاءنا مع الأستاذ عبدالله بعد ما نشوف الاحتفال ده. ابقوا معنا. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم هنا من مقر الأمم المتحدة، وأمسية مميزة أقامتها المملكة العربية السعودية بقيادة العاملين في القنصلية والسفارة بمناسبة العيد الوطني للمملكة العربية السعودية، وأيضا تزامنا مع قرار جديد يدعم المرأة في قيادة السيارة في المملكة العربية السعودية. تضمن هذا الحفل العديد من الفقرات الفنية، وأيضا كان هناك لمسات ساحرة للفنانين من لوحات مميزة. ابقوا معنا. The National Day of Saudi Arabia celebrates the unity of our country, which is one of the most important and most successful achievements in modern history. 87 years ago, our country was divided into so many parts and kingdoms and chiefdoms and what have you. Today we stand proud as a united country, having protected and preserved our unity for so long and going into the second century, inshallah, in the near future. That yesterday was a historic event in Saudi Arabia, as you may have heard. Yesterday, His Majesty King Salman issued a royal decree granting women the right to drive. I could say we have one less function to do. We are no longer chauffeuring our ladies anymore. We used to give our ladies the privilege of being chauffeured all the time. Now they will have to take care of their own. يسعدني أرحب بسيادة السفير عبدالله المعلمي، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بك. أولا كل عام وحضرتك بألف خير بمناسبة العيد القومي للمملكة العربية السعودية، الذي يتزامن أيضا مع قرار جديد أصدرته المملكة في تمكين المرأة من القيادة. ما هو تعليقك؟ شكرا لك وأهلا وسهلا بك. طبعا الذكرى 87 لتوحيد المملكة العربية السعودية ذكرى مهمة جدا، لأنها تجسد الدور الحديث للدولة السعودية، وتجسد المكانة الرفيعة التي حظيت بها في كل أنحاء العالم. والقرار الذي صدر يوم أمس هو أيضا إضافة إلى هذا الرصيد، لأنه يدفع بالمملكة أيضا قدما إلى الأمام إن شاء الله في شتى المجالات. سيادتك، في أيضا دعم ملحوظ من المملكة العربية السعودية لكل المنظمات في الأمم المتحدة، ما رأيك؟ بطبيعة الحال علاقة المملكة بالأمم المتحدة علاقة وثيقة. نحن دولة مؤسسة، نحن دولة شاركت في جميع المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ونشارك بفعالية وبحيوية في جميع المجالات. نحن أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، أعضاء في عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة، وسوف تواصل المملكة العربية السعودية أداء هذا الدور القيادي بصفتها دولة رائدة، ليس فقط على الصعيد العربي فحسب، وإنما على الصعيد العالمي أيضا. أنا سعد عبد الله السعد، نائب المندوب الدائم في الأمم المتحدة في نيويورك. أول شيء أهني جميع الشعب السعودي وعلى رأسهم مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الكريم بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية 87.
أن هذا اليوم هو ذكرى سعيدة لكل السعوديين، فهذا اليوم الذي وحد فيه جلالة المغفور له بإذن الله الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وحد فيه المملكة العربية السعودية، ووحدها من الشتات إلى أن جعلها دولة قائمة تقوم على شرع الله وسنة نبيه. والمملكة العربية السعودية دائما في ازدهار وتقدم، كل عام ونحن نحتفل باليوم الوطني نرى التقدم والازدهار في جميع مناحي المملكة العربية السعودية. أنا خالد منزلاوي نائب المندوب السعودي في نيويورك، وكانت هذه المناسبة مناسبة عظيمة للشعب السعودي ومناسبة عظيمة للجميع عندنا في المملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية أحد الدول التي تلعب أدوار إضافية فيما يتعلق بالاقتصاد، فيما يتعلق بالأمن، فيما يتعلق بالسياسة. إحنا من ضمن مجموعة العشرين، كل دول العالم لما يكون عندهم مشاكل في الشرق، عندما تكون تواجه مشاكل في الشرق الأوسط يتكلموا مع المملكة العربية السعودية، وسيط محايد، لنا ثقل سياسي، لنا ثقل اقتصادي، لنا ثقل ديني، نقود العالم الإسلامي، نقود العالم العربي، نقود الشرق الأوسط. ومنطقة الشرق الأوسط كلها مناطق مليئة بالصراعات، لكن إذا ما تكلمنا عن الدول الخمسة، الولايات المتحدة، الصين، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، تنسق معنا فيما يتعلق في هذه المواضيع. أنا اسمي سالي كاذر and I am the president and founder of International Federation for Peace and Sustainable Development here at the United Nations office. طبعا نحن منتابعك ومنشوف انه في عندك اكتيفيتيز كثير كثير في الامم المتحده، وطبعا دورك يعني تشكرين عليه. حضرتك اليوم متواجده بالعيد الوطني، مناسبه العيد الوطني للمملكه العربيه السعوديه، شو بيعني لك التواجد اليوم؟ السعودية لها دور كتير كبير بالمنطقة وطبعا بالعالم، ونحن بنحبذ كل شيء بيصير إيجابي that the Saudi are doing or any other country that are promoting. So we have always been friends with them and we come to all of their events whenever we are invited and they have something. And especially today because they just announced that they have came with a new decree for women that they will be allowed to drive. So we're very happy about that. It's a step in the right direction. قرار هذا قبل ما يطلع كان مدروس يعني من المقام السامي، وقرار زي كذا بالعكس يعني انا متاكد 100% انه راح يعني زي ما يقولون يثمر، وان شاء الله ما في يعني سلبيات في الموضوع، ولو كان في سلبيات حنقدر نتجاوزها ومع الايام راح نقدر نثبت نفسنا يعني ان شاء الله في الموضوع. بالعكس وجدا سعيد القرار زي كذا، وان شاء الله اقبل قرارات اكثر واكثر بعد. اول حاجه كل عام وانت بخير، والمملكه اكيد وشعبها. احب اهني سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الامير محمد بن سلمان، واقول لهم كل عام هم بخير والشعب بخير، وعلى هذا القرار الجميل. مع اني انا مقيمه في دبي وعندي الفرصه ان انا اقود السياره، ولكن الخبر كان وقعه جميل، ويعني الكل جاء له شعور انه في حقبه جديده وفي فتره جديده احنا داخلين عليها مقبلين عليها، والكل مستبشر وكلنا سعيدين صراحه، نساء او حتى كل الرجال كانوا يعني من امس الين اليوم كل احد قاعد يعيدنا وقاعد يبارك بهذا الخبر الجميل، وان شاء الله لسه الاخبار الاجمل قادمه. هذا قرار يخدم فئه كبيره من المجتمع مهمه جدا اللي هي النساء، يعني بيساعدهم جدا كثير لأنهم هم بحاجة أنهم يقودوا، في نساء أرامل، في نساء يعني ما عندها رجل أنه يقدر يوديها مشاويرها. ف she can now have her driver car and she can drive by herself. So to see that really Saudi Arabia they achieved this high level of excellence to allow women to drive, to own their car, to really have a driver's license is huge. Congratulations to my brothers and sisters in Saudi Arabia to allow women really to drive. Happy National Day. مش عارف ليه انا حاسس ان مش بس السعوديين اللي مبسوطين بالقرار ده غير السعوديين ايضا. لقائي الان هيكون مع رئيس النادي السعودي بوجنر كوليدج وناشط سعودي في الجامعه وفي المجتمع السعودي بامريكا، هيكون معايا الاستاذ عبد الله الصبياني. اهلا وسهلا. حياك الله استاذ. اهلا وسهلا استاذ عبد الله الصبياني، يعني طالب في الجامعه في الجامعه طالب في الجامعه وله نشاطات عديده
وخاصة مع الجاليات السعودية، وعنده كلب سعودي، نادي سعودي في الجامعة، فهنعرف من خلاله حاجات كتيرة. بس عايز أسألك سؤال الأول، قرار قيادة المرأة للسيارات في السعودية ده قرار له صدى يعني كبير على مستوى العالم كله مش بس السعودية. أنت كرجل سعودي يعني من وجهة نظرك، يعني من خلالك كشاب أو كرجل سعودي، رأيك إيه في هذا القرار؟ طيب بداية أسعد الله مساءكم جميعا. قيادة المرأة قرار صراحة تاريخي واتخذ في عهد الملك سلمان حفظه الله، ولا شك أن القرار يعني كان سيتخذ في الوقت المناسب حسب ما صرح يعني معالي الوزير عادل الجبير كويس. أن القرار سوف يتخذ في الوقت المناسب لأن المملكة تهتم بالمرأة وتدعمها على مدى التاريخ في جميع الأصعدة، والحمد لله أعتقد أن الآن الوقت مناسب للقرار لكي يتخذ. الشارع السعودي الآن متهيئ لقرارات مثل هذه، وشفنا يعني صراحة في احتفالات اليوم الوطني عن مدى تقبل المجتمع للقرارات اللي ممكن تتخذ في القريب العاجل. والسعودية يعني الآن الحمد لله يعني أنا شايف أن المرأة السعودية يعني بصراحة مظلومة إعلامياً، يعني مفيش تسليط الضوء على إنجازاتها، رغم أن المرأة السعودية موجودة ومتواجدة في جميع المجالات ومتفوقة في معظم هذه المجالات، في كل ما يعني في كل المجالات أنا بشوف امرأة سعودية ناجحة، فمفيش الضوء أو الإعلام لم يسلط الضوء على المرأة السعودية. إيه السبب رأيك، إيه السبب في هذا الموضوع، يعني في إن ليه مفيش تركيز على المرأة؟ المرأة السعودية يعني ما شاء الله تبارك الله يعني أبدعت ومثلت المملكة في كثير من المحافل ويعني الإنجازات العالمية، فالإعلام الأجنبي غالبا ما يسلط الضوء على الأمور السلبية، يعني مستحيل أنه يسلط الضوء على الأمور الإيجابية طبعاً. فكانوا يعني يناهضوا لحقوق المرأة حسب ما يقال، يعني حقوق المرأة كقيادة السيارة، لكن قيادة السيارة ليست يعني المشكلة الكبيرة كانت، لا طبعا، فهناك كثير من الأمور، فنفترض يعني نفترض منهم الآن إن كانوا يهتموا صدق للمرأة فيطالبوا يعني أو يعرضوا إنجازاتها كالإنجازات التعليمية، الإنجازات الأكاديمية، الصحية، يعني هناك كثير من النساء أبدعوا في المجالات هذه. خليني أقول لك يعني عبدالله في حاجة مهمة جدا، أنا يعني بنفسي أنا شفتها يعني يمكن من سنتين، حضرت احتفال كان بالنسبه لي يعني ما كنتش مصدق اللي بيحصل، يعني حقيقي في امريكا اكتر من 120 الف طالب او سعودي متواجدين في امريكا. حضرت الجراديويشن او التخرج ل 3000 طالب وطالبه سعوديات وسعوديين في واشنطن دي سي. هذا الحفل كان 3000 اتخرجوا وجايين بيحتفلوا مع أسرهم، مع الأسر، مع أصدقائهم، وتحت إشراف الحكومة والسفارة السعودية. طبعا كان حاجة على مستوى عالي جدا في فندق أهم جدا بواشنطن دي سي، 3000 طالب من أندر جراديويت معهم بكريوس أو جراديويت ماستر ديجري أو بي اتش دي، وعلى مستوى علمي وثقافي عالي لأقصى درجة. فوجدت هذا الاحتفال يعني شيء يعني اللي حصل بعد كده تاني يوم عملوا اللي هو جوب فير اللي هو التوظيف، فدعا الحكومة السعودية دعت جميع الشركات الأمريكية اللي بتشتغل في السعودية مع الشركات الأمريكية الكبرى ان هم بيعملوا جوب فير ويبقى فيه بوت كده، ولمدة 3 ايام بعد الاحتفال والطلبة اللي اتخرجوا دول اللي عايز يشتغل بيعين في الحال، انترفيو بتعين في الحال. فقد ايه حسيت ان هذه البلد بتحب ولادها وقد ايه ولادها منتميين لها، فدي حاجة ابهرتني يعني حقيقي انا انبهرت بهذا الموضوع. ف يعني قد ايه ان الحكومة السعودية مهتمة بولادها بتبعتهم اللي هم المبتعثين صحيح يتعلموا، وقد ايه مهتمة ان هم يعيشوا حياة كريمة طيبة وتعينوا في شركات وفي وظائف. هل مازال مستمر هذا الموضوع؟ يعني احنا من الكلام ده كان من سنتين،
كان في عهد الملك عبد الله الله يرحمه. بس اللي انا شايفه خلال هذه الفتره في قرارات جريئه، في نشاطات كثيره بتحدث في المملكه، ف يعني في اهتمام ب... فرايك انت بالنسبه للطلبه حاليا دلوقتي السعوديين اللي موجودين بامريكا هنا وبيحصل معاهم الكلام ده، وهل نسبه اللي بيرجعوا هي المفروض الدوله يعني انا بعت 100 طالب هل بيرجعوا ال100 يخدموا بلدهم؟ طيب الحكومة السعودية يعني ما شاء الله تبارك الله ولا الحمد ما قصرت من ناحية دعم الطلبة ودعم التعليم بصفة عامة في المملكة العربية السعودية وخارجها. عندنا أعداد مبتعثين يعني في أمريكا هنا كبير جدا، ويعني يوم المهنة كان يقام كل سنة لكن كان يوقف العامين الماضيين، لكن حسب تصريح معالي وزير التعليم أنه سيرجع إن شاء الله في العام القادم هو شهر مايو 2018. طبعا حفل الخريجين وحفل صراحة يعني مشرف، يحضر فيه الأهالي من السعودية، يحضر فيه الطلبة الخريجين من جميع الولايات. بعد الحفل يكون في يوم المهنة اللي هو المعرض المصاحب، طبعا في فرص وظيفية كثيرة تكون متاحة للطلبة. من هذا نستنتج أن الحكومة السعودية ستبتعث الطلبة السعوديين، تدرسهم، تستثمر فيهم، بعد ترجع توظفهم يعني، فهي ما ابتعثتهم من الأساس إلا هي تبغاهم أن يرجعوا ويخدموا ويساعدوا في تنمية تطوير البلد هذا. بصراحة أنا ما شفتش ولا دولة في العالم، مش بس دولة عربية، صحيح، في العالم بتعمل أو بيحصل مع الطلبة اللي بيدرسوا من الدولة دي بيحصل اللي حصل مع السعودية. أنا حضرت 4 أيام معاهم ما بين الاحتفال وما بين الجوب فير، وقد ايه الناس يعني حسيت بنوع من الانتماء غير طبيعي لبلدهم. صحيح، ده يعني حاجة بنفخر بها. صحيح، حسب ما صرح الأمير محمد بن سلمان سابقا قال أنا شاب و70% من الشعب السعودي شباب تحت سن 30. فهنا نستنتج إحنا عندنا المملكة العربية السعودية أكثر من 70% منهم شباب، فهذه طاقة كامنة جالسة تستثمرها المملكة العربية السعودية، لأنه هو استثمار العقول. استثمار العقول. طيب إحنا يعني الحمد لله إن إحنا تقابلنا وخبال حضرتك، لأن إحنا بندور على الجالية السعودية وهي متواجدة بينا، بس إحنا يمكن إعلاميا برضو يمكن تقصير مننا إن إحنا فبتمنى إن إحنا يكون دايما في لقاءات تقول لنا أخبار الجالية. انت حضرتك اعتقد عندكم احتفال بكره بمناسبه اليوم الوطني. عندنا احتفال بكره في جامعه نيويورك انستيتيوت اوف تكنولوجي، عندنا احتفال بمناسبه اليوم الوطني وعيد الاضحى المبارك، هيكون بوجود الدكتور عبد الرحمن كلينتون مدير الاقليمي للشمال الشرقي، وبحضور القنصل الاستاذ خالد الشريف والسفير عبد الله المعلمي. فاحتفال يعني حيكون السعوديين كامل يعني الاودينس كل السعوديين، ودايما بيبقى في لقاءات مع الجاليات الاخرى وفي احتفالات في وتعاون في دايما يعني نسوي لقاءات بشكل مستمر مع ملحقيه مع الطلبة السعوديين. يعني غدا عندنا مع الحفل اليوم الوطني عندنا لقاء مصاحب مع مدير الاقليم الشمال الشرقي لشؤون الطلبة الدارسين، فحيكون في لقاء مع الطلبة مشاكلهم ايش اللي حاصل معاهم. فهذا يعني دائما لقاءات نسويها لتقريب وجهات النظر يكون في تواصل يعني بين السعوديين دائم، وهذا يعني نطمح له احنا كنادي سعودي. طيب ايه الرساله اللي انت عايز توصلها لشباب جيلك سواء السعودي في امريكا او في السعوديه؟ احب اوصلهم نحن الشباب قادرين، نحن الشباب يعني اللي نرفع اسم المملكة العربية السعودية في المستقبل. أكثر من 70% من سكان المملكة شباب، فإن ما استثمرت الطاقات في الشيء المناسب سوف تضيع يعني، فهذا اللي نتأمله إن شاء الله أنه يتم استثمار الطاقات في المكان المناسب ونرفع اسم بلدنا في بين الدول. أنا بشكرك أستاذ عبد الله السبياني، و ان شاء الله هيبقى لنا لقاءات كثيره بقى احنا ما صدقنا لقينا خيط من الجاليه السعوديه. انا بشكرك وكل عام وانتم بخير، وانت بخير، وان شاء الله كده تكون قرارات موفقه وناجحه ان شاء الله في المملكه العربيه السعوديه. الله يسعدك.